سو احنا النهارده هنتعلم على اسم الاكويجنز. اول حاجة احنا لازم نعملها نخليه هو هو الرقم الاساسي في الاكويجن بتاعتنا. تاني حاجة احنا هنعملها هنكتب الاكويجن بتاعتنا بطريقة طويلة عشان المس تقدر تشوف كل الشغل اللي احنا عملناه عشان نقدر ناخد الاجابة. بعد كده هتكنسل الحتة يما تقسم تكنسل الحتة اللي فوق والحتة اللي تحت اللي بيقابلوا بعض. وبعد كده تطرح من الاكويجنز اللي فوق واللي تحت شبه زي بعض وتخلي الرقم الاساسي زي بعض يمين وشمال زي بعض. وهنكتب ضرب 10 وتقسم في الاكويجن بتاعتك الكوفيشن. هنا احنا هنوريك ازاي طريقه ممكن تعملها. 9 لقوة 9 وهتقسمها مع 3 في قوة 4. هتكتب 3 9 مرات وبعد كده هتقسمها مع 3 ضرب 4 مرات. هتاخد الاتنين اللي بيقابلوا بعض سو الأربعة اللي فوق والأربعة اللي تحت والباقي اللي ما عندوش أي أرقام تحت لتحت ومش بيقابلوا بعض تعدهم كده هتاخد 3 لقوة 5. ولا ممكن تعمل 3 لقوة 9 و3 لقوة 4 وتعمل 9 طرح 4 4 وتاخد 5 كده هتاخد هي الإجابة وهتكون 3 لقوة 5. طريقة تانية احنا ممكن نعملها اكس لقوة 6 واكس لقوة 2. هتاخد اكس وتضربها 6 مرات وبعد كده هتقسمها وتاخد وتعمل اكس مرتين وهتاخد الاتنين اللي بيقابلوا بعض الباقي مش بيقابل بعض سو تاخد الباقي وتعدهم وهتديك اكس لقوة 4 وديتي الاجابة بتاعتك. طريقة أسهل ممكن احنا نقدر نعملها اكس لقوة 6 واكس لقوة 2 تاخد 6 وتطرحها من 2 وتاخد 4 وكده هتديك هي الإجابة اكس لقوة 4. طريقة تاني هي بتوريك ازاي تعملها 36 دي لقوة 10 وتقسمها لاتنين دي لقوة 4. هتاخد 36 وتضرب دي 10 مرات وبعد كده هتقسمها وهتحط 2 وتضرب دي 4 مرات هتشوف الحاجات اللي بيقابلوا بعض وتكنسلهم وبعد كده الحاجات اللي مش بتقابل بعض تعدهم على بعض وهتديك دي لقوة 6 وديتي الإجابة وتطرح 36 من 2 وتديك 18 هتكون 18 دي لقوة 6. سو هي قاعدة هتكتب 36 دي لقوة 10 وتقسم 2 دي لقوة 4 تاخد 10 و4 وتعمل 10 ناقص 4 وتاخد 6 هتكون 6 دي لقوة 6 وبعد كده هتاخد 36 وتقسمها من 2 وتاخد 18 الإجابة 18 دي لقوة 6. مسألة تانية احنا هنعملها 9 لقوة 9 تقسم 9 من قوة 6 وهتضرب 9 9 مرات بعد كده تقسمها وتكتب 9 6 مرات
وتكنسل التسعة اللي بيقابلوا بعض. والمش بيقابلوا بعض هتكون الإجابة التسعة اللي قوة التلاتة. طريقة أسهل احنا ممكن نعملها التسعة لقوة تسعة وتسعة لقوة ستة. ستة ناقص ستة تسعة ناقص ستة هتكون تلاتة، هتكون تلاتة لقوة تسعة. أربعة وعشرين إكس لقوة تسعة تقسمها من أربعة إكس من قوة أربعة، هتكتب 24 وبعد كده هتكتب x 9 مرات. وبعد كده هتحط اللاين تحت عشان هتقسمها وتكون 4، وهتكتب x 4 مرات عشان قوة اللي تحت الأربعة بتكون 4. تاخد الأربعة اللي بيقابلوا بعض وتكنسلهم، وتاخد اللي مش بيقابلوا بعض وتكتب الأرقام. so x لقوة 5 هتاخدوا 24 وتقسموها من 4 وهتكون 6. الإجابة هتكون 6 لقوة 5. طريقة أسهل، 24 إكس لقوة 9 تقسمها من 4 لقوة 4 تاخد 9 ناقص 4 وتديك 5. تكتب إكس لقوة 5 وتاخد 24 وتقسم 4 وهتكون ستة. ستة لقوة خمسة. تلاتين A لقوة أربعة وB لقوة تسعة وتقسمها من ستة A لB قوة سبعة، تاخد تلاتين وتكتب A 4 مرات، وبعد كده تاخد الB وتكتبها 9 مرات. تقسمها وتكتب ستة وبعد كده تكتب A مرة واحدة وتكتب B 7 مرات. هتاخدوا الحاجات اللي بيكنسلوا بعض وهتكتب A لقوة 3 وB لقوة 2 عشان دول المفضلين. تاخد 30 وتقسمها من 6 وتكون 5، سو هتكون 5 A لقوة 3 وB لقوة 2. 30 طريقة أسهل ممكن نعملها 30 A لقوة 4 B لقوة 9 تقسمها من 6 A عشان ديتي مرة واحدة وبي من قوة سبعة، بعد كده تنقص أربعة من واحد وتكون تلاتة، هتكون ايه تلاتة من قوة تلاتة، وهتاخد تسعة وتنقصها من سبعة وتكون لقوة اتنين. سو بي لقوة اتنين، تاخد تلاتين وستة وتنقصهم من بعض تقسمهم من بعض وتاخد خمسة، هتكون خمسة ايه لقوة تلاتة بي لقوة اتنين. ديتي الإجابة. هنا هتكون اتنين أربعة وعشرين إكس اتنين وأربعين إكس لسبعة قوة سبعة واي و وبعد كده هتاخد أربعة وعشرين تكتب إكس سبع مرات، تكتب واي أربع مرات، وزي 11 مرة. تنقصها وتكون هتكتب 7 و X هتكتبها مرتين، Y هتكتبها مرتين، وزي هتكتبها مرتين. هت
تكنسل الحاجات اللي بيقابلوا بعض وتعدل الحاجات اللي مش بتقابل بعض. So why وواي قابلوا بعض والباقي ما قابلوش, وزي وزي قابلوا بعض والباقي ما قابلوش. So كده هتكون X لقوة 5, Y لقوة 2, Z لقوة 9. هتاخد 24, 42 و7 وتنقصهم من بعض وهتكون 6. الإجابة هتكون 6 لقوة 5 X لقوة 5, Y لقوة 2, وZ لقوة 9. طريقة أسهل ممكن نعملها 24, 42 وتنقصها من 7, وبعد كده هناخد الاتنين والاتنين نقصهم مع بعض وهتكون 5. So X لقوة 5, وناخد الأربعة والاتنين وننقصهم من بعض, كده هتكون 2 Y لقوة 2. تاخد 11 واتنين هتنقص 11 من 2 وهتكون Z لقوة 9. هتاخد 24, 42 وتنقصها من 7, تقسمها من 7 وتاخد 6 وهتاخد هي الإجابة. M لقوة 5 وتنقص تقسمها من M 0. هتكتب M 5 مرات وM مش هتكتبها خالص. So كده هتكون M لقوة 5. طريقة أسهل احنا ممكن نعملها M لقوة 5 ناقص هتنقص من M 0, وبعد كده هتاخد 5 وتنقصها من 0 وهتكون 5, كده هتكون M لقوة 5. 12 A لقوة 4, B لقوة 2, C, وبعد كده هتاخد 4 A و B وهتكتبهم 12 وهتكتب A 4 مرات, وناخد B نكتبها مرتين وسي مرة واحدة بس عشان ما فيش رقم عليها, اللي كانت زيرو كان حطه زيرو بس ما فيش رقم. هتكتب A, هتكتب 4 4, وبعد كده تكتب A و B عشان دول مرة واحدة بس, كده هتكون في 3 A's عشان كده انت هتكنسل الحاجات اللي بيقابلوا بعض. سو هتكون A لقوة 3 و B لقوة 1 و C لقوة 1. هتاخد 12 و 4 وتقسمهم, وهتاخد 3. الإجابة هتكون 3 A لقوة 3, B لقوة 1, C لقوة 1. طريقة أسهل, 12 A 12 A لقوة 4, B لقوة 2, و C تقسمها من A 4 4, وبعد كده A و B هتاخد الأربعة وتنقصها من 1 وكده هتكون 3. So A لقوة 3 هتاخد الاتنين والواحد وتنقصهم, 2 ناقص 1 هتكون 1, B لقوة 1, وبعد كده هتاخد C وما فيش أي حاجة غير 1, سو هتكون C لقوة 1. تاخد ال 12 وال 4 وتقسمهم وهتكون 3, هتديك هي الإجابة.